بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. بعد نحو عامين من توقف إنتاج وتصدير النفط بسبب الحرب، تتحرك الحكومة في الوقت الراهن لإعادة تشغيل مؤسساتها النفطية والبدء بتصدير النفط من المحافظات التي تقع تحت إدارتها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن شركة صافر النفطية الحكومية ستطرح مناقصة لنقل النفط الخام على شركات شحن النفط في مسعى منها لاستئناف إنتاج وتصدير النفط من حقول صافر التي تنتج 40,000 برميل يوميا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: دلالة هذه الخطوة وتأثيرها على المشهد القائم من الناحيتين السياسية والاقتصادية، ومدى جاهزية الحكومة ومؤسساتها النفطية للبدء في هذه الخطوة. خطوة تأخرت كثيرا ولكنها الآن في طريقها للتحقق، البدء بإعادة تشغيل المؤسسات النفطية وتصدير النفط، والذي يمكن أن يدعم ميزانية الحكومة الخاوية لمواجهة استحقاقات تطبيع الحياة في المناطق التي تديرها السلطة الشرعية. تقول الحكومة إن هذا التأخير ناتج عن سيطرة الميليشيا على مناطق مرور أنبوب تصدير النفط من مأرب، وهو ما كان مانعا حتى اللحظة، ولكنها الآن تسعى لمعالجة هذه الإشكالية عن طريق حلول بديلة تتمثل بنقل النفط الخام برا بناقلات من حقول صافر إلى ميناء الضبة لإنتاج وتصدير النفط في محافظة حضرموت. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نذهب لمتابعة هذا التقرير. توجه حكومي جديد لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال من شركة صافر عبر ميناء الضبة النفطي في حضرموت. إنتاج وتصدير النفط من صافر يتوقع أن يسهم في مواجهة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب، إلا أن خيار نقله إلى ميناء الضبة سيظل عبر ناقلات النفط، وهو خيار بديل لخط الأنابيب الذي يصل بين صافر وميناء رأس عيسى في الحديدة لوقوعه تحت قبضة الميليشيا. ووفق المدير العام للشركة أحمد كليب، فإن جهودا حثيثة تبذل من أجل إعادة الإنتاج إلى طاقته القصوى قبل الحرب التي فرضتها الميليشيا الإنقلابية، وكذلك تطوير الحقول النفطية. قول يعززه تصريح وكيل وزارة النفط شوقي المخلافي حول توجه القيادة السياسية للبلد للبدء عاجلا بمرحلة جديدة في إنتاج وتصدير الغاز والنفط من المناطق المحررة. عودة كليب إلى قيادة الشركة أثمرت في أيامها الأولى جملة من الإجراءات، أبرزها إلغاء كافة القرارات التي أصدرتها الميليشيا منذ سيطرتها على الشركة في منتصف ديسمبر 2014، وإعادة ترتيب المصفوفة الداخلية للشركة على مستوى الكادر الوظيفي، وإعادة وضع الشركة إلى ما كانت عليه قبيل الانقلاب. خطوات وصفها البيان الصادر عن مدير الشركة بالإجراءات الضرورية التي من شأنها استعادة مكانة الشركة التي يعلق عليها اليمنيون الكثير من الآمال، مؤكدا أن الشركة تتلقى أوامرها من القيادة الشرعية وحدها بحسب بيان مدير عام الشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة صافر كانت أحد الأهداف المهمة لميليشيات الحوثي، وسيطرت عليها الميليشيا فور سقوط صنعاء مباشرة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة مع مدير الإنتاج في شركة صافر المهندس ناجي جولان الذي ينضم إلينا من مأرب. أهلا بك، مرحبا بك سيد المهندس ناجي. حياكم الله وحييكم وحيي قناة بلقيس، تلك القناة الرائعة التي اتخذت من الحقيقة غايتها وأهمها قضية شعب ومصير وطن. أهلا بك سيادة المهندس، ما هي الاستعدادات والإجراءات التي تتم على الأرض، وكيف سيتم التعامل مع موضوع استيعاب الكادر الوظيفي التابع لشركة صافر ونقله إلى محافظة مأرب مع قرار الحكومة الآن باستئناف تصدير النفط وعودة العمليات في شركة صافر؟ نعم أختي الكريمة، تبذل شركة صافر جهود جبارة في هذا السبيل، وقد قام بهذا العبء الكادر الفني مدعوما بالدعم وتشجيع الإدارة العامة المتمثلة في مديره العام ونائبه، وكذلك الدعم المحدود من السلطة المحلية
والامور جاريه على قدم الوساق لاستئناف التصدير الخام عن طريق القاطرات كما ذكرتوا، والامور يعني مكتمله وننتظر يعني لحظه الانطلاق. الامور جديه وستاخذ يعني مرحله التحقيق في القريب العاجل ان شاء الله. نعم. الجهود جباره ومهنيه والشكر موصول للجميع. نعم سيد ناجي، ما هو حجم الانتاج الحالي من النفط وما هي المناطق التي سيتم يعني اعاده استكشاف انتاج واستخراج النفط؟ منذ بدايه الازمه الحرب الحاليه التي شنها الانقلابيون على الوطن والشعب، وشركه صافر تعاني من جراء هذا العدوان والانقلاب، الا ان هذا صمت السياح لك الظروف الامنيه والسياسيه، وصمت كادرها الفني واثبت جدارته وحافظ على انتاج الحد الادنى الذي له علاقه بحاجه المواطن اليوميه، انتاج الغاز المنزلي وتشغيل المصافي. اقتصرت مهمه الشركه منذ بدايه الحرب الى الان على هذين الهدفين، وهما هدفان ساميان بلا ريب. لان تتخيل يا اختي الكريمه هو ان المواطن بهذه الظروف لا يجد يعني غازا منزليا، كيف سياكل؟ الحقول التي يعني سوف يتم الانتاج منها هي نفس الحقول التي ينتج منها، مع بعض التعديلات البسيطه. بعض الحقول يعني كانت مغلقه اثناء الحرب، سيعاد تنشيط بعض الحقول، وذلك لا يستغرق وقتا. الكادر الفني جاهز في اي لحظه لاستعاده الضخ واستئناف التصدير. الامور طيبه في الفنيين يعني في احسن الاحوال. فنطلع الجميع على الامور يعني مرتبها جيد وفنيين يعني وسياسيين جاهزه. نعم، سيد ناجي، هل تم التواصل والتخاطب مع الشركات الاجنبيه التي كانت تعمل في اليمن وغادرت معابد الانقلاب؟ هناك جهود حديثه يعني تبذلها اداره الشركه الممثله بين وجهها التنفيذي وكذلك نائبه، وهي شركه وهي وزاره البترول المتمثله بالمهندس الشريف سيف محسن عبود، ويتم التواصل مع هذه الشركات. نعم. ان شاء الله على ما تستعيد الامور يعني ترجع الى طبيعتها وتعود الى الناحيه الامنيه يعني الى حد ما سوف تعود الشركات. انما ان الانتاج قائم على كادر محلي والجهود الذاتيه هي منيه خالصه وصرفه. نعم، سيد ناجي، بالنسبة لعملية إعادة ترتيب شركة صافر، كيف تتعاملون مع الإجراءات التي اتخذتها سلطات الميليشيا في صنعاء؟ قام الإنقلابيون ومن لف لفهم وشار على نهجهم بإحداث خلخلة يعني إدارية في الشركة، وحاولوا التدخل في هذا المرفق الحي والهام الذي لا ينبغي لأي كائن مكان أن يقيمه في أشياء غير فنية، ولكن ذلك حصل. وثبت الطاقم الفني وشغل أدار الشركة بكل كفاءة واقتدار برغم هذه التدخلات، والآن بعودة الإدارة الشرعية الأمور أصبحت أفضل، وأصبحنا يعني نشعر بثقة يعني ودعم إداري يعني ومالي. كذلك لا ننسى في حجة الأمر الدعم اللامحدود الذي تبذله السلطة المحلية ومثلة في الشيخ اللواء سلطان العرادة الذي دعم الشركة، وقد كانت في بعض الفترات على وشك الانهيار ماليا على اقصد. فكان لهذه الجهود الدور البارز والهام في وقوفها على قدميها الى ان وصلنا الى هذه المرحله الجيده والتي نامل فيها ان تكون ان نكون احسن في المستقبل مما نحن عليه. نعم سيد ناجي، خط تصدير في رأس عيسى ما زال خاضع لسطوة الميليشيات، والآن سيتم يعني كيف سيتم التعامل مع عملية التصدير؟ كما قالت الأخبار عبر البر، هل لدى الحكومة الإمكانيات والقدرة؟ هل استكملت التجهيزات والاستعدادات لإنجاح عملية التصدير برا؟ قامت الشركة يعني بجهود حثيثة في إعداد التجهيزات والتوصيلات اللازمة لإعداد ثلاث نقط تحميل عن طريق القاطرات. نعم. لتعذر التصدير عن طريق رأس عيسى. فهناك سيكون لك ثلاث رؤوس للتحميل جاهزة منتظرة إشارة البدء،
نعم. وسيعوقون يعني النقل عن طريق القاطرة في لان ينظمها ان شاء الله، ونامل نامل ان تكون الامور يعني على على على, على ما نرجو، ونامل لتحسين وضع الشعب يعني ووضع الشركة. نعم، ألن تمثل عملية نقل النفط عبر البر زيادة إضافية في كلفة إنتاج وتصدير النفط؟ هل تستطيع الحكومة التعامل مع ذلك؟ بطبيعة الحال سيكون هناك يعني تكاليف إضافية، ولكن هذا شيء لا بد منه، شيء لا بد منه، وإلا سنضرب الموارد في مكاننا. ليس من الحكومة أن نتهيب التكاليف الإضافية. طبعا الخيار الثاني هو أن نوقف التصدير، اما نتحمل تكاليف اضافيه لا تكون يعني ذات القيمه، تتمثل في ايجار الناقلات وما اليها والاجراءات الامنيه المطلوب يعني اتخاذها، ولكن هذه يجب ان تتخذ، ويجب ان نضحي في سبيل يعني هدف اسمى وابعد لرفض الاقتصاد الوطني يعني بما نستطيع في هذه الظروف الحالكه. نعم، ماذا بالنسبة لإنتاج الغاز؟ هو أيضا سيتم استئناف إنتاجه وتصديره عبر ميناء بلحاف، ما هي الإجراءات التي تمت بهذا الخصوص؟ هناك اتصالات تديرها وزارة النفط متواجدة في وزير النفط والمعادن يعني للتواصل مع شركة الغاز المسال إلى بلحاف، والجهود هذه الأمر أن تثمر يعني هناك بعض التحفظات الأمنية التي لا زالت الشركة الأجنبية تتخوف منها، مع أن الوضع يعني في المناطق الشرعية يعني وضع آمن وهادي وطبيعي، إنما أن الذي ينظر اليمن من خارج الحدود هو يعني ينظر إلى الإعلام وإلى الزبعة الإعلامية، إنما لو عرف الجميع المناطق الشرعية وما يسود فيها من أمن يعني وطمأنينة لا استأنف، فالجهود مبذولة من قبل الوزارة، ونأمل إن شاء الله في القريب العاجل أن يتم استئناف الغاز بإذن الله. نعم سيد ناجي، هنالك من يتساءل كيف ستتم عملية إنتاج وتصدير النفط، خصوصا والحكومة لا تمتلك حتى الآن أي مقر حكومي خاص بوزارة النفط، وما زالت الأمور المالية والإدارية والفنية مرتبطة بصنعاء، هل تم حل هذه الإشكاليات والاستعداد لها؟ كلت كثير من المشاكل الفنية والمالية يعني على سبيل المثال يعني وإن كان يعني موضوع آخر، ما حصل يعني من تحول يعني في إدارة شركة طافر، كانت تدار من صنعاء وكنا تحت رفض الإنقلابيين، إلا أن الإدارة بالتعاون مع السلطة المحلية اتخذت قرار بالتمويل الذاتي، وبدأنا خطوات يعني مع بعض الصعوبات لكنها نجحت وأثبتت نجاحها بنفس المقياس وبنفس المعايير وبنفس الحماس، سوف يتعامل مع تصدير الخام عن طريق حضرموت بنفس المعايير، وبتوجيه الإرادة الحقيقية والصلبة والتوجه الصادق فإن شاء الله يعني تكون مصيرها النجاح. الهدف الثاني الصعوبات موجودة ولكن في الأخير سنصل إن شاء الله. نعم، ما هي المدة الزمنية التي يمكن من خلالها إنجاز الخطوات الأساسية ببدء العملية عمليات الإنتاج والتصدير؟ أتحدث فنيا لأني موجود بموقع العمل، فنيا الأمور جاهزة. نعم. كل لحظة بدي بعض اللمسات البسيطة، قد تكون تدريبات النقل، قد تكون تدريبات يعني أمنية بسيطة، إنما فنيا نحن جاهزون لتلقي الضوء الأخضر وبدء التصدير. وإن شاء الله نكون قريب، يعني لا نعطي تاريخا محددا، ولكن يطمئن الجميع بأن الأمر وشيك وقريب الحدوث إن شاء الله. نعم سيد ناجي، كيف سيسهم هذا القرار وإعادة إنتاج النفط وتصديره برفض ميزانية الدولة ومساعدة الحكومة في عملية تطبيع الحياة ودفع رواتب وإعادة الخدمات للمواطنين؟ شركة صافر ومواردها من أهم المنشآت الوطنية التي نفتخر بها ولا أبالغ بس الأهم. نعم. يعني الموارد المرجوه من استهداف التصدير بالاضافه للموارد الحاليه الناتجه من تكرير الخام ومن عائده الغاز المسال هي رافد اساسي ومهم لفرض الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني يعني كبير بحجم كبير يحتاج الى اكثر، ولكن هذه تكون لجنه هامه في بناء الاقتصاد الوطني. نامل ان تكون لجنه يعني بالزاويه حجر اساس.
نعم، إذن المهندس ناجي جولان مدير الإنتاج في شركة صافر، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك على كل هذا التوضيح والمعلومات وعلى تعاونك في الظهور معنا في هذه الحلقة. الآن ينضم إلينا من مأرب أيضا مدير فرع شركة النفط في المحافظة علي بن جلال، أهلا بك. محمد الجماعي. نعم، أهلا بك سيد محمد الذي ينضم إلينا من عدن، أهلا بك، هل تسمعني؟ نعم. نعم سيد محمد، إذا الحكومة الآن وبعد خطوة تأخرت كثيرا إلا أنها الآن أتت وهي إعادة إنتاج وتصدير النفط، ما رأيك بهذه الخطوة وهل لدى الحكومة الإمكانية والقدرة على إتمام هذه الخطوة بنجاح؟ لا توجد حكومة ليس لديها القدرة على فعل أي شيء تتخذه وتقرره. نعم، إنما يعني عامل الحسم هو الوقت والترتيبات التي تجري لهذا. كان لدينا فكرة عن إعادة تصدير النفط منذ بدأ نقل البنك المركزي إلى عدن، لأن نقل البنك يحتاج إلى إيرادات وهذه الإيرادات متوقفة بنسبة 70% وهو النفط الذي يأتي من مأرب وكذلك الغاز. نعم، خط الغاز مفتوح ولا غبار عليه، لكن خط النفط هو الذي كان يحتاج إلى تحرير، وكما تعلمين هو من صنعاء إلى الحديدة ويمر عبر محافظات ريما وصنعاء والحديدة، وهذه محافظات بيد ميليشيا الحوثي والمخلوع. وجرأة الحكومة على اتخاذ قرار مثل هذا يدل على حاجة الحكومة الماسة إلى الإيرادات وكذلك إلى قوة الإرادة في هذا الموضوع. أنت الآن تتكلمين عن نقل ما أكثر من 100,000 برميل يوميا عبر شاحنات، تكلفة النقل كبيرة جدا وخط النقل طويل، لكنها عزيمة ونحن بدورنا نستطيع أن نشيد بموضوع مثل هذا حاليا. نعم سيد محمد، إذا أنت تتحدث أن الحكومة لديها الإمكانيات وأيضا هي بحاجة ماسة لهذا القرار، لماذا تأخرت هذه الخطوة حتى اللحظة؟ نعم، التصدير حسب علمي هو سيمر عبر ميناء الضبة تقريبا. نعم، وكان هناك نية لنقله عبر شبوة، ربما هناك مخاوف أمنية وترتيبات أمنية جرت في هذا الموضوع. قبل فترة حركت الحكومة الجيش الوطني والقوات المسلحة والمقاومة لتحرير مناطق في شبوة وهم يريدون تأمين هذا الخط تماما، لكن ربما لم تلاقي هذه الخطوة دعما إقليميا يعني عربيا، واضطرت الحكومة لتأمين خط آخر وربما أخذ هذا الوقت يعني منهم. نعم، كثيرا. نعم، إذا الحكومة تقول أن توقف تصدير النفط عبر مأرب يعود لسيطرة الميليشيا على مناطق مرور أنابيب التصدير، لكن ماذا بالنسبة لحضرموت؟ حضرموت التي تخضع لسيطرة الحكومة وتوقف فيها تصدير وإنتاج النفط. النفط الآن موجود بكميات هائلة في مأرب، والصهاريج ممتلئة وصافر متوقفة عن الإنتاج، وهذا بدوره يعني وفر كميات كبيرة من النفط تحتاج الآن إلى تصريف يعني معلومات أنه سيتم التصدير من حضرموت، يعني توقف النفط لأن شركة بترو مثيلة تحتاج أيضا إلى دعم وإعادة تشغيل مثلما هي شركة صافر الحكومية، وعودة الشركات النفطية الأخرى إلى الحقول التي خرجت منها وغادرتها مؤخرا. نعم، ماذا بالنسبة لأهمية هذه الخطوة في هذا التوقيت؟ كيف ستنعكس على الوضع الاقتصادي وتمويل خزانة الحكومة؟ نعم، يعني نتحدث في الآونة الأخيرة كلنا كمحللين أو مهتمين بالشأن الاقتصادي عن انتصار تواجهه الحكومة من الخارج، ربما يكون سببه عدم يعني إدراج البنك المركزي يعني إمكانياته كاملة كمصرف مركزي يحظى ثقة العالم كاملا بسبب الإجراءات الفنية، لكن أيضا لا توجد هناك يعني أموال يعني تتدفق إلى البنك المركزي من الخارج وتحتاج إلى أموال من الداخل، وهذه الخطوة أعتقد أنها الجناح الثاني للطائر الاقتصادي اليمني
وبدون تصدير النفط يصبح البنك المركزي يمشي اعرجا برجل واحده او يطير بجناح واحد. نعم، إذا ما تحدثنا عن الشركات الأجنبية التي كانت تتولى الكثير من المهام في هذا الجانب في اليمن وغادرت مع بدء الانقلاب والحرب في اليمن، كيف يمكن إقناع هذه الشركات بالرجوع إلى اليمن وممارسة مهامها، خاصة أن رجوعها يرتهن على الجانب الأمني؟ هل الجانب الأمني في اليمن الآن مهيأ وفي المناطق المحررة مهيأ لإنجاح هذه الخطوة وإعادة الشركات؟ هو ليس الجانب الأمني فقط، هو إذا استطعتم يا حكومة أن تصدروا النفط وأن تنتجوه وأن توصلوه إلى الموانئ وأن تبيعوه للعالم نحن سنعود. نعم، ربما الحديث عن الشركات الأجنبية مبكر قليلا، لكنه أيضا هذه خطوة نحو جذب المزيد من الشركات والاستثمارات وعودة الشركات التي غادرت. الآن هذه الشركات تتجد في هذه الخطوة يعني قدوة للشركات لكي تعود وعامل تأمين لهذه الشركات، والحكومة باعتقادي أنها فعلت ما يجب عليها فعله قبل أن تطالب الآخرين بما يجب عليهم أن يفعلوه. نعم سيد محمد، إذن كيف سيتم تسويق النفط خارجيا؟ وكما تعلم كان الأمر المركزي يعتمد على صنعاء في عملية مرتبطة بصنعاء عملية تسويق النفط. نعم، وهذه الخطوه ايضا هي سحب البساط على صنعاء، لان تصدير النفط بيد شركه النفط الان لم تقم الحكومه بنقل شركه النفط وادارتها العامه الى عدن حسب علمي الى الان، لكنها اتخذت الخطوات التي يعني تقوم بها صنعاء فيما لو فوضت او كان بيدها الامر لبيع وتسويق النفط. رئيس مجلس الوزراء هو رئيس لجنه تسويق النفط، وزير النفط هو نائب رئيس اللجنة، ووزير التجارة والاقتصاد ومجموعة من الوزراء هم أعضاء، وهؤلاء كلهم موجودين في عدن وتستطيع الحكومة أن تبيعه وبيدها القرار الكامل. نعم، إذن هل يمكن تحويل هذا النفط إلى عدن لتغطية السوق المحلية هناك؟ تقصدين أنت المشتقات النفطية؟ نعم، المشتقات النفطية عبر مصفاة عدن. هذا عمل آخر لا علاقة له بالحكومة مباشرة، وإنما من استطاعة شركة النفط، وهناك تنازع بسيط جدا بين الشركة ومصافي عدن من يقوم بتسويق النفط المشتق إلى السوق المحلية ومن يزوده. هذا عائد يعني لمسائل إجرائية تقوم به هذه الشركة وتلك على يعني لتوفير سيولة ومرتبات موظفيها. الحكومة تبيع النفط خارجيا فقط. نعم، إذن سيد محمد باختصار يعني ما الذي تحتاجه الحكومة لإنجاح هذه الخطوة؟ نجاح هذه الخطوة مرهون بالقرار، والقرار اتخذ وطالبنا به منذ فترة طويلة جدا. الحكومة يجب ألا يبقى الذراع والأيمن ممثلا بالنفط قيد النسيان والإهمال. يجب عليها أن تفتح هذا الباب، وفتح هذا الباب كان يريد قرارا سياسيا مدعوما يعني بالجانب الأمني، مدعوما بالجانب السياسي، مدعوما بتأييد التحالف، مدعوما بحاجة بوجود مدعوما بوجود يعني صندوق لوصول هذا المال إليه، وكان هذا الصندوق بيد صنعاء الآن تحول إلى عدن. هذه كلها الامور اعتقد انها الان متوفره او بنسبه عاليه جدا، ويعني ليس لا تحتاج الحكومه للمزيد من الوقت. البريد الذي الخام الذي تبيعه اليمن مرتفع عن سوق اوبك الذي يلتزمون باسعار محدده وبانتاج محدد. نحن خارج هذا الصندوق، واليمن تسوق نفطها في الاسواق العالميه بكل سهوله ويسر. نعم، إذن الصحفي محمد الجماعي كنت معنا من عدن، وأنت الصحفي المختص بالشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث، ولكن نود التنبيه أننا حاولنا ولساعات الاتصال والتواصل بوزير النفط ووكلاء الوزارة ومسؤولي أيضا شركة صافر، والبعض منهم لم يرد على اتصالاتنا، والبعض الآخر اعتذر على الظهور معنا في هذه الحلقة. إذن
بالأخير أشكر من تعاون معنا لإتمام هذه الحلقة، وهو المهندس ناجي بن جولان مدير الإنتاج في شركة صافر الذي كان معنا من مأرب، وأيضا الصحفي محمد الجماعي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي من زميلي كمال حيدرة. نلقاكم على خير.